انتظروا أولى مباريات دوري الجمهورية للشباب موسم 2021-2022. شباب الأهلي يواجه الشرقية للدخان في الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للشباب لكرة القدم. ننقل المباراة على الهواء مباشرة، تغطية خاصة وحصرية مع كبار الخبراء، الكابتن عادل طعيمة المحلل الفني لقناة الأهلي، والكابتن شريف عبد المنعم المحلل الفني لقناة الأهلي، والفقرة التحكيمية مع المحاضر الدولي ناصر عباس، تغطية خاصة ومميزة مع الكابتن أسامة حسني في استوديو الأشبال، غدا الثانية ظهرا على قناة الأهلي.